المفكرين لم يستطيعوا أن يلعبوا دور فيما جرى. بالأساس المستوى الثقافي كان غائب عن المجتمع طيلة العقود الماضية، طبعا ربما نتيجة القمع في مرحلة، نتيجة التهميش، لكن كان واضح أن النخب الثقافية بعيدة عن فهم الواقع وبعيدة عن ظروف الناس، لهذا تفاجأت بالثورات، تفاجأت بالثورة السورية، وكانت تعتقد أن الشعب السوري لا يستطيع أن يفعل شيء. قوى متعددة تعمل على الإضعاف، يعني النظم تعمل على ذلك، القوى الإمبريالية تعمل على ذلك، ولكن هذا لا يعني أن ينجح ذلك، ينجح نتيجة قدرة النخب نفس ذاتها، نتيجة فهمها لدورها، مستوى ثقافتها بالأساس. هذا ما ينجح في النهاية. في كل بلدان العالم كان هناك قمع شديد للنخب الثقافية، كان قمع شديد للأحزاب، ورغم ذلك لعبت النخب الثقافية ولعبت الأحزاب دورا أساسيا. يعني المثقف السوري ذاته يحتاج إلى وعي، لأنه عاش مرحلة التهويم العام، الكلام العام، انساق في مرحلة فقط وراء فكرة اسمها الديمقراطية، ولم يؤسس ذاته كمثقف عضوي قادر أن يفهم الواقع، وبالتالي لم يستطع كما أشرت أن يفهم الواقع، لم يستطع أن يطرح إجابات لهذا على هذا الواقع، وهذا ما جعله هامشي وجعل تأثيره مش يعني قريب من الصفر. ثورة حراك الشعب دفع قطاع كبير من الشباب الذي خاض الثورة إلى أن يبدأ بأن يعرف أن عليه أن يفهم لكي يخوض صراع حقيقي. تجربته أوصلته وتوصله إلى أن عليه أن يفهم لكي يستطيع أن ينجح الثورة. لهذا هناك تطور في الوعي، هناك ميل لتطوير الوعي في خضم الصراع نفسه، وهذا ما سينتج نخب جديدة أعتقد أنها ستكون قادرة على طرح بدائل حقيقية وقادرة على قيادة ثورة حقيقية.